السير الحاج عبد الواحد الحاج الرئيس ديالنا. السلام عليكم، مرحبا بكم دار البيضاء ومرحبا بكم في نادي الحال. ونتمنى تكون هذه لقاءات ديال التعارف. وبالنسبه لوليدات النتيجه راه ما كتهمش، هذا السفر ديالكم والجو اللي غادي تبدلوا واللقاء ديالكم مع وليدات الدار البيضاء اهم من النتيجه ديال المقابله. فحاولوا تضحكوا وتلعبوا وتدوزوا واحد النهار زوين، هذا هو المهم عندنا. مرحبا بالاباء، مرحبا بالمؤطرين، ونتمنى تكون فاتحه خير الناديين بجوج، وتكون واحد العلاقه ديال الاستمرار اللي ما فيه خير الوليدات كاملين. حنا كنا كنعملوا على قبل هاد الوليدات الى وصلوا للمستوى الرياضي كبير، داكشي اللي كنتمناو لهم ما وصلوش، يكونوا وليدات قارين مؤدبين صالحين للبلاد ديالهم، العائله ديالهم، المجتمع ديالهم. الله يكمل عليهم بخير، ومرحبا بكم اللي خصات حنا موجودين معكم.
عندنا واحد شرف كبير، جينا واحد اسم كبير، بحال اسم اللي كنشرفوا احنا المغاربه كامل، اسم رحال راه حنا ميت ربينا سبحانه كنعرفوا هذا الاسم، هذا اسم كيشرف المغاربه كاملين. وما تكون كوره راه اسم رحال، واحد اسم زعما صراحه الله فخر المغاربه كاملين صراحه. ونرجعوا للقضيه ديال الكره، وتبارك الله عليكم راه جيتوا لطنجه وحمرتوا الوجه، وكانوا الفرق كيخافوا منكم يقابلوكم صراحه. نهضر معكم مع فريق رحال، يعني فريق متمكن وفريق مطور غراس ابو، يعني غراس هذا الكونتور اللي عندكم تبارك الله عليكم. وباسم جميع الاباء والابناء كنشكر لكم بزاف، ومرحبا بكم في طنجه ان شاء الله. ضروري نعمل لكم شي لا ضروري شي رفيسه طنجاويه ان شاء الله.